تركيا على أبواب انتخابات بلدية، لكنها ليست كأي انتخابات، كونها تأتي على وقع سلسلة من الفضائح المالية التي يتهم فيها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وأفراد من عائلته وأعضاء في حكومته، ما خلق أزمة سياسية وصراعات داخلية غير مسبوقة. انتخابات يرى فيها مراقبون اختباراً لشعبية أردوغان أكثر منها انتخابات بلدية. هذه الانتخابات بمثابة استفتاء على شعبية أردوغان بعد أن اتهم أردوغان وعائلته ووزراء حكومته بقضايا فساد، فهو يسعى لتبرئة نفسه من خلال جمع أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين. المواطن التركي هو اللاعب الأبرز في هذه المرحلة الحاسمة، فما يزيد عن 52 مليون ناخب تركي هم من سيفصلون بين الأحزاب السياسية والجماعات الدينية المتصارعة، لكن من خلال صناديق الاقتراع، فبعضهم يقول إنه سيضحي بمصالحه الخدماتية هذه المرة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد. أنا ممتن من الخدمات البلدية التي يقدمها رئيس بلدية الحي الذي أقطنه وهو من المعارضة، لكنني من أجل حماية بلدنا من المؤامرات الخارجية ومن أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي سأصوت لحزب العدالة والتنمية هذه المرة. وإذا ما ذكر المواطن التركي لابد من الإشارة إلى شريحة كبيرة وهي شريحة الشباب، حيث يتوقع كثيرون أن يعزف قسم منهم عن التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية على خلفية حظر الحكومة مؤخراً لموقع التواصل الاجتماعي تويتر وموقع يوتيوب، ذلك الحظر الذي أغضب شريحة واسعة من شباب تركيا. إذن هي انتخابات بلدية باستحقاقات سياسية ممزوجة بالتحدي، تبتغي من خلالها كل الأحزاب والجماعات التركية إظهار قوتها وعدم تأثر شعبيتها، انتخابات ذات صدى محلي وإقليمي وربما دولي. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، إسطنبول.